بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك كتابة. عندما تحيرك الأسباب بعد الأخذ بالأسباب إبراهيم. أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس والحلقة 711 من ملك كتابة، حلقة تأتي في توقيت مهم أعتقد يحتاج فيه الأهلي وجمهوره إلى المزيد من الصراحة والوضوح. طبعا لا، ما ده دي قاعدة أساسية. لكن يا أستاذ إبراهيم، اللي محيرني جدا إنك أنت وأنت تستعرض ما يحدث خلال الشهر ونص الأخرانيين دول، مفيش حاجة ماشية مع المنطق. أنت كإدارة أو عناصر، هو عناصر أي حاجة رياضية، إدارة، أجهزة، لاعبون، جماهير، وإعلام محيط، مكونات المشهد كله. دي مكونات المشهد كله. دور الإدارة أن تأخذ بالأسباب. اللي هي الأسباب؟ أن تفي بالإحتياجات الفنية، سواء في اختيار الأجهزة الفنية أو العناصر الملائمة من اللاعبين، وكل واحد ياخد حقه، كل واحد يهيأ له أحسن ظروف عشان يقدر يتمرن، ما يفكرش في مشاكل، أجهزة كويسة، ملاعب كويسة، كل الظروف المحيطة بيك تبقى مناخ يصلح لإفراز البطولات. هل الإدارة عملت كده؟ سؤال ليك. طبعا طبعا أخذت بكل الأسباب، والناس كلها كانت شايفة. جابت لكل الألعاب يا أستاذ إبراهيم لبن العصفور، ورغم هذا لم يكن هذا كافيا لإفراز ما يتناسب مع هذا الأخذ بالأسباب في تحقيق النتائج. نتائج مخيبة في كثير من الأوقات. المسؤولية تقع عندنا، مش في بعضها الظروف المحيطة ساعدت، لكن في الآخر برضو هتجدها عندك سواء في كرة القدم أو في الألعاب.